Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah untuk menambah keberkahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ikuti dan kita simak pembacaan syirah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan wasilah kita berharap dengan wasilah pembacaan syirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini senantiasa Allah menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Serta dengan wasilah dengan pembacaan kitab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita diakui sebagai umatnya nanti dan mendapatkan syafaat uzmanya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha li sahibi hadzal maulid kan tudurun la habib. Khususan sahibul ijazah Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim Yahya wal-Habib Anis bin Alwi al-Habsirah wal-Habib Alwi bin Muhammad bin Husain al-Habsirah khususan sahibul maulid Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsirah wa'ilah khutratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para hadirin sekalian, mari kita ikuti dan simak dengan tenang, hikmat dihimbau untuk masih ada yang merokok, mohon dimatikan dulu rokoknya. Setelah pembacaan maulid boleh dilanjut lagi karena salah satu ada pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Faya شفاعةً صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا مشتاقون إلى رؤيا جمالي صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام السلام عليك زين.
Assalamu alaikum. صلي على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد
محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى موثقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاة خلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الظالم بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعاون يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اللهم صل عليه وافتح من الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل Ya Rasulullah.
كدر بدع عشقا فأتيت إلى حبيبي فدا يا قلب ورفقان صل على محمد الصلاة عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله وبالحق تعلق وبطارق راح تألق يا بقي اسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيب اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن كنا زرتم بما رجعتم يا أبا خير ما يكون إن كنا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والحزن كل رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والحزن اللهم صل على محمد صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعزم شانه. خلق للخلق للحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مشرف خلقه وجل عبده الرحمة تعلق سرادته الأزلية هذا المبد المحبوب فانتشرت أسرار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا المذل الذي برز من خضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيك المحمود صلى الله عليه. فتعذرت في وجودها أكناف الوجود ودرست بردات العوالم بترزين تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالمك واسع تجلي ينقض بانتشار فضله في القريب والشاسع فالحمد الذي لا تنحصر الافراد باعتداد ولا يعل تكرره بكشرة ترداد حيث ابرز من العالم الامكان صورة هذا الانسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر اشراره الاكوان فما من سر تسل به قلب منيب الا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا للقلب سرور قد توالى بحبيب عم الانام نوالى جل من شرف الوجود بنا غمر الكون بحجة وجمالا قد رنك في الحسن على المقام وتنا هذه في مجده وتعالى لاحظته العيون في مجده بشرا كاملا يريه ضلالا ومن فوقه علم وقد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من خضرة الامتنان ما يجزع مثله الإنسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملع الوجود وخلقه نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجته هذه البشارة وتكلمها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم الله
وصلي وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه. والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه. أدعى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطانا. الدين لنا والحق لنا صلوا. والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه. أدعى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطانا. Allah Subhanahu wa ta'ala.
صبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل نجا من وفرته الله السماوات والأرض ومن فيهن بتعريف والطار الوجود الإلهي على الأهل الوجود تنزل ورسلة الملائكة بتبشير للعالمين تعيس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدر كشفت فينا هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الزهور نورا فكل نور فاز الحكمة على من أدم الله عليه من خواز الأمة أن يحضر إذا ودعيه الأمة تقديسا لجنابي المسعود وبشارا كادا لها في هذا السماء لتم المنذر وخدرت في توجيه الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من الشرف بالكسمة والوافية
فالدال وقد الذي ردب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور الأنوار وبرز الحامد المحمود مدعينا لله بتعظيم والسجر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأجل الكون أنسون وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا غلا المساني فغزروا اليوم لغرار واستضيعوا بجمالي فقبل حسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى مستمر ليس ينفد حيث أودينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أفادي ربي كل عبدي جل يا سره العاد إذ حبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا
ربي بلغنا بجاهي في ديواني خير مقعد طال القدر علينا بأحسان يا ذي الوداع شرف الوسلي محمد اللهم صل عليه والسلام المستمرون والحيد يتجادر صلى الله على محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واهدنا نهج سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على اللهم صل عليه يا ربي صلِّ وسلِّم صلى الله على محمد
محمد يا ربي وسلم. صلوا على النبي محمد.